ما الشيء الذي تحاول أو تتمنى أكثر النساء تقليله غالبا؟ أويلي أنت كسرتي. يلا شنو هذا الشيء اللي تحاول النساء أو تتمنى أن تقلل من عنده؟ شنو يعني؟ الحزن. الحزن يعني الحزن؟ هاي الحزن ممكن خل أشوف الحزن. لا خطأ. ما الشيء الذي تحاول أن تتمنى أكثر النساء تقليله غالبا؟ شنو؟ ترى سألنا 100 امرأة عراقية. يعني دائما مجتمعنا يفضل الرجل عن المرأة، يعني اكو فوارق. شنو؟ المجتمع ذكور يقول؟ اي المجتمع ذكور يعني، فأتمنى انه يقللون من هاي الفوارق يعني بين الرجل والمرأة. المجتمع الذكوري خطأ. خلي نسأل إذن رشا. الادخار. ها؟ الادخار يعني تقلل الادخار. من المصاريف. أها إذن تحاول أن تدخر، تقلل من مصاريفها. خلي نشوف موجود.